الأستاذ عصام الإسلامبولي مع ما طرحه أستاذ محمد صلاح ولا لا؟ فيما يتفق وفيما يختلف؟ أتفق في بعض الأشياء واختلف في بعض الأشياء. أولا فيما يتعلق بنسبة المشاركة، وأنا أعتقد دي مهمة جدا، لأن دي عكس حالة الفتور الشديد اللي عند الناس تجاه هذه الانتخابات. ليه؟ لأنه المشكلة مش الآن، المراحل السابقة على عملية الانتخاب هي التي أدت إلى هذا. منذ تم الإطاحة بالموعد المحدد في الدستور المادة 230 لما قالت في خلال 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق الثاني يتم إجراء الانتخابات، والتلاعب بمسألة هذا الميعاد، وإنه يتقال والله ده مجرد تكوين لجنة، اللجنة العليا للانتخابات دي بداية الإجراءات، وده يعني نوع من الخديعة اللي مفترض إن احنا تخلصنا من هذه الممارسات بعد 2010 بعد 25 يناير. الانتخابات في النهاية أجريت. هو في النهاية أجريت بعد إيه؟ يعني أنت في الدستور، لو أنت بتحترم الدستور، الدستور كان بيقول لك خلال 6 أشهر. أنت مش مستعد لده، ممكن قوي يخرج السيد رئيس الجمهورية يقول إحنا غير جاهزين لإجراءات انتخابات في ظروف أمنية، في ظروف سياسية، يا شعب رأيك إيه؟ الاستفتاء الدستور بيقول له ده، ارجع للناس والناس تقول لك آه ولا لا. وتم مسألة التوظيف، مسألة توظيف اللجنة، يقول لك دي بدء الإجراءات، إجراءات لا تبدأ إلا بحاجتين: تحديد موعد اجراء الانتخابات ودعوه الناخبين الى. طب عشان ما نتفرعش يا استاذ عصام، دي ده احد الاسباب. انا بقول لك دي من احد الاسباب. اثنين، الاطاله غير العاديه وغير مبرره في اصدار عمليه القوانين المنظمه للانتخابات بطريقه مخالفه لكل القواعد، وتجاهل كل ما قيل انتقادا لهذه القوانين، سواء قانون مباشر الحقوق السياسيه او قانون مجلس النواب او قانون تقسيم الدوائر وما شابه من اجراءات طويله جدا. وصل الأمر مهزلة أن قانون تقسيم الدوائر يصدر بعد هذه المدة الطويلة، بعد أكثر من سنة ونصف، وبعدها بأسبوع يقولوا ده في أخطاء في التكوين ويصدروا قرار بتعديله باستدراك، والمحكمة تلغيه لأن ما فيش قانون يعدل باستدراك، فاللجنة تتغافل عندها وما تعدلش. فده نوع حصل نوع من الإحساس لدى الناس أن الحكومة غير رغبة في وجود برلمان، وأن هذا البرلمان مصيره الحل أو الفشل، وبالتالي ما فيش اقبال عليه. طب هل الحكومه وهي بتعمل الحاجات دي، بس قبل ما نسيبها، هل الحكومه وهي بتعمل الحاجات دي اللي حضرتك تفضلت بالاشاره اليها كانت قصده، كانت بتختبر شوف حضرتك الناس؟ لما يخرج والله يعني خلينا كده سنتين ثلاثه بدون برلمان، تعبير من احد كبار لجنه التشريع ويقول والله ده الاعتبارات الامنيه كان لها الدور الاكبر في عمليه اعداد القوانين وتتدخل بتغيير تقسيم الدوائر والى اخر هذه الامور، انا اشعر انه المساله مش ماشيه بشكل صحيح. ادت الى شكوك حتى قبل ما نبدا. صحيح ما فيش تزوير زي ما قال الاستاذ صلاح، ده انا معك، لكن التزوير انا رايي او الاجراءات تاثير في العمليه الانتخابيه تمت قبل فتح باب الانتخابات او اجراء الانتخابات. الامر الاخر، وده برضو من المسائل، المقارنه. انا ما اقدرش اقارن بين الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه بالطبع، لكن انا اقدر اقارن بين الانتخابات البرلمانيه التي جرت في هذا اليوم وامس وبين الانتخابات اللي جرت في 2012. اشوف يعني هضرب مثل بسيط جدا، احدى الدوائر في الجيزه، دائره العجوزه والدقي، واحد من الذين فازوا وهو مرشح الان، ما اقدرش اقول اسمه طبعا، حصل على 202 الف صوت هو من جمله عدد الاصوات اللي تجاوز 350 الف. لما اجي الاقي النهارده ان الجيزه حسب ما نشر على الشاشه عندكم نسبه الحضور فيها 14.2%، يعني عدد الاصوات لم يتجاوز 50 الف صوت، يعني هو لوحده حاصل على 4 أضعاف النسبه التي حضرت. طب خلونا نشارك، معلش انا اسف، النقطه فيه مهمه خطيره. انا